رؤية أخرى تتكلم عن وقوع حدث غريب في روسيا، وننتظر حتى نشوف شو هو الحدث الغريب ونقول والله أعلم. رؤية أخرى تتكلم عن وضع كل من جنين ونابلس وطول كرم على طاولة المناقشات لاتخاذ إجراءات عقابية شديدة بحق هذه المناطق أو الأماكن. رؤية أخرى تتكلم عن شخصية سياسية معتقلة، إنه هذه الشخصية المعتقلة يتم إخراجها بالخفاء من السجن وتقوم بالالتقاء بمجموعات أو شخصيات أخرى خارج السجن، تقوم بلقاءات. يعني كأنه الرؤية تتكلم على أنه مش كل إنسان معتقل بدك أنت تظن فيه أنه والله معتقل خير، ولا ربما كان الاعتقال رمزي حتى أنهم يبيضوا صفحته أمام الناس أنه هي هو وطني عشان هيك اعتقلناه، ولكن في أبواب خلفية في السجن يخرج منها، أو في غرف بعيش فيها كأنه قصر داخل هذا المكان. لا نعلم شو هي مين هاي الشخصية، ولكن هذه الرؤية تتكلم بهذا المعنى. رؤية أخرى جاءت ببضع كلمات تقول مقبرة باب الرحمة في خطر. وهذه إخواني يعني تكلمنا قبل هذا الوقت في رؤى أخرى في نفس المعنى، إنه الشيطان وحزبه يحاول السيطرة على مقبرة باب الرحمة والقيام بمشاريع حتى إنه يقوم بالوصول إلى بابي التوبة والرحمة المغلقين في مرحلة تمهيدية لخروج الأعور الدجال، لأنه عند حزب الشيطان الاعتقاد السائد إنه الأعور الدجال سيقوم بالدخول من هذا المكان. ودائما نقول والله أعلم، ولكن الرؤية تقول مقبرة باب الرحمة في خطر. هون هذه إخواني تكلمنا من لباب الرحمة، يعني مين بيدعي انه هو مسؤول عن القدس، سواء السلطة الأردن السعودية او الأوقاف الإسلامية. اذا فعليا بتدعوا انه انتم الكم سيادة، يعني خلينا نشوف ايش بدكم تسووا مع باب الرحمة قدام هذه الإجراءات اللي عمالها توضع في خطر. رؤية اخرى تتكلم عن تفجيرات في مصر وبين قوسين في سيناء، وبين قوسين كلمات طائفية وانتقامات. يعني لربما كانت التفجيرات طائفية والمقصد منها رد على تفجيرات أخرى حدثت، وإحنا بنعرف أنه في السابق كان في تفجيرات زي ما حد هلأ شفنا في مساجد وفي كنائس، والمقصد منها ولربما زرع الفتنة ما بين النصارى والمسلمين في كل من سيناء ومصر حتى انهم يصنعوا نوع من الخوف ويقوموا بالتغذي بالتالي على هذا الخوف وتسيير الامور والقيام بامور تحت ذريعة السيطرة على الامن، والله اعلم. رؤية اخرى تتكلم عن حاخامات ذو شأن عظيم أو كبير ستقوم أو سيقومون بزيارة المسجد الأقصى خلال الفترة القادمة، خلال الفترة تبعت الاقتحامات أو الزيارات لغير المسلمين صباحا. ولربما كانت هذه الشخصيات يعني ستدخل على إنها أشخاص عاديين. رؤية أخرى تتكلم عن ضخ دعم كبير جدا بالمليارات من الدولارات لصالح الكيان بهدف أولا تهويد القدس، ثانيا بناء المستوطنات، ثالثا تفريغ القدس من معظم سكانها العرب. والخطة يعني مش لفترة زمنية قصيرة ولكن لفترة زمنية طويلة، يعني خلينا نسميها خطة عشرية طويلة الأمد. وإذا احنا أخذنا خطة عشرية يعني 10 سنين،
احنا هلا 2018، يعني هم بفكروا ل 2028، ولكن احنا نحسب على الله سبحانه وتعالى ان هم لن يبقوا الى هذا الزمن باذن الله. ونذكر ان وعد الله حق، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رؤية أخرى تتكلم عن كوريا الشمالية، أن أسهم كوريا الشمالية سيعود من جديد على الساحة على شكل تهديدات، ولكن التهديدات ما بين قوسين موجودة، تهديدات كاذبة كنوع من الدعاية فقط لا غير، والمقصد منها زراعة الخوف في جهات معينة، ثم ابتزاز هذه الجهات حتى انهم يقوموا بالاستيلاء على مقدراتهم بطريقة ما او باخرى. تكلمنا في رؤية حسن التهامي، دمجناها مع الرؤية السابقة، ولكن في بضع كلمات عن اليمن، تقول اليمن الى الحضيض، بمعنى ان الامور في اليمن من سيء الى اسوأ، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اخواننا المسلمين في كل مكان، في العراق وفي سوريا وفي اليمن بالذات، هذه المناطق الثلاث اللي حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام انه تكادون ان تكونوا جند مجندة، جند في العراق وجند في الشام وجند في اليمن. رؤية اخواني اخرى تتكلم عن تركيا، وعلى ما يبدو ان تركيا ظهرت على شكل انسان ولكن بوجهين، شكل انسان ولكن بوجهين، وهذا يعني انه هناك كثير من الامور يعني تكلم او يتكلم فيها النظام التركي مع العالم الاسلامي، ولكن لما يتكلم فيها مع العالم الغربي يتكلم بعكس ما يتكلم فيه مع العالم الاسلامي، ونقول والله اعلم. ولكن الرؤيه كانت فيها تركيا على شكل انسان وله وجهين، وله وجه رؤيه اخواني. يعني هناك، انا لا اتكلم في الرؤى الشخصيه، ولكن كثير من الإخوة والأخوات طالبونا أنه لما تأتي رؤية فيها ابنتي أن أنا أحدث فيها. يعني كانت في رؤية فيها ابنتي آسيا يرحمها الله، وهي على باب بيت كبير وعظيم، وكان هذا البيت لونه أبيض، ولكن بطريقة هذا اللون الأبيض كأنه نور، يعني النور كأنه تجمع حتى صار على لون البياض. وهي تقف على باب هذا البيت وتقول لقد حفظت كل القرآن، والحياة عندنا أجمل بكثير. فإن شاء الله إخواني يعني هم السابقون، وإنا إن شاء الله بهم لاحقون. يعني نعلم أن هذه الدنيا إلى فناء وإلى زوال، والحياة الآخرة إن شاء الله خير وأبقى. والناجح هو من استطاع أن يجعل هذه الدنيا ميراث أو محراث الآخرة، يستفيد منها ويحرثها ويفلح إن شاء الله في الآخرة. هذه ملخص الرؤى. إذا في حد عنده سؤال ننظر بشكل سريع.